هسه نيجي نكمل على خوارزمية الـ SGF المثال الثاني. طبعا احنا لحد الآن بدنا نحكي بحالة لما تكون نان بريمتيف. طبعا أنا بالسؤال أكيد ححدد لكم بريمتيف أم نان بريمتيف حسب كل خوارزمية. الـ FCFS طبعا هي الديشة دائما نان، فيعني ما راح أكتب لكم، بينما الـ SGF لا، بها حالتين. احنا هسه لحد الآن بعدنا بالنان بريمتيف. المثال السابق شرحنا من كان عندنا بروسيس وابيرز تايم، الارايفل تايم كان كل البروسيسات، يعني كل البروسيس كلهم الارايفل تايم مالتهم واصلين بالزمن صفر. كان هسه هنا لا، المثال هذا شنو الثاني هذا؟ لا، عندي ارايفل تايم لكل بروسيس، يعني كل واحد وصل بزمن معين. احنا دائما قلنا كل خوارزمية اول من مباوع على الارايفل تايم. بالمثال السابق من ما كان الارايفل تايم كله صفر، يعني كلهم وصلوا بالزمن صفر، قلنا هي شنو تعتمد ايضا على البيرس تايم. فمن بما انه هو كان كلهم صفر، يجي على البيرس تايم، قلنا الوقت الاقصر هو اللي راح يتنفذ البروسيس الاول. نيجي هنا لا، هنا عندي ارايفل تايم، اذا راسا اجي اباوع على ارايفل تايم، الارايفل تايم عندي صفر. من هو الصفر؟ اللي هو البروسيس الاول. اذا اجي راسا اخلي البروسيس الاول صفر، اجمعه ويا من؟ ويا البيرس تايم. احنا دائما نجمع الارايفل تايم ويا من؟ ويا البيرس تايم. صفر وثمانية حينطيني ثمانية. هنا انتبهوا علي، هنا مو معناها اجي اخذ الثاني لان واحد والثالث لاثنين، لا، هنا ما علي. هسه انا عوف البيرس تايم، انا هسه هنا ما باوع على البيرس تايم، اقول هسه اجي اشوف الوقت الاقصر اخذه، لا، قلنا من عندنا ارايفل تايم تختلف الحاله. اجي اباوع، هسه انا مو عندي ثمانية، اجي اشوف من وصل بالزمن ثمانية، يا البروسيس الثاني لو الثالث لو الرابع بعد الاول، اباوع عليهم واحد اثنين ثلاثة، اذا هم كلهم واصلين بالزمن ثمانية. هذول هذا الواحد والاثنين وثلاثة مو كلهم اقل من ثمانية، معناها كلهم هم واصلين بالزمن ثمانية، يعني الثاني واصل بالارايفل تايم مالته واحد، والثالث اثنين، والرابع ثلاثة. اذا بهالحالة اجي اقول ما دام ثلاثة واصلين كلهم بالزمن ثمانية، اجي ارجع، اذا هسه هنا ارجع البيرس تايم، اشوف منو بيهم اقل بالبيرس تايم، عندي البروسيس الثاني، اذا اخلي البروسيس الثاني ثمانية واربعة 12. هسه اجي هنا اباوع، اقول من وصل بالزمن 12 بالارايفل تايم الثالث والرابع، اثنيناتهم هم واصلين، واحد اثنين وواحد ثلاثة اثنين، اذا هم اثنيناتهم واصلين بال 12، اذا هم اجي اعتمد على البيرس تايم، منو الاقل مالتهم؟ عندي منو الاقل؟ الرابع، اذا اجي اقول له 12 و5 يعطيني 17، ووراه يجي الثالث 17 و5 يعطيني 26. هنا ايضا طالبه اني تيرن اراوند زمن البقاء بالنظام. اجي لكل بروسيس قلنا هو زمن النهايه، بالنسبه للاول هو 8، بالنسبه للثاني هو 12. هنا هاي دا احكي كتايمات الزمن مالتهم، والرابع هو 17 والثالث هو 26. بس هنا انتبه، هاي اذا كان عندي الارايفل تايم ممكن راسا اخذ من هنا الزمن، لان هم كلهم ناقص صفر. بس هنا انتبه، الزمن هنا أنا اباوع الارايفل تايم كل واحد الى زمن معين، اذا هنا اجي من اخذ كل زمن اطرحه، فاقول له البروسيس الاول هو شقد؟ 8، اذا اقول له 8 ناقص صفر اعطيني 8. للثاني شقد؟ 12. 12 شقد مالته الارايفل تايم؟ 1. للثالث شقد؟ الثالث هو انا عندي هنا شقد؟ 26. اجي اطرحها من الارايفل تايم 2 يعطيني 24، والرابع اجي شقد؟ الرابع عندي 17 ناقص الارايفل تايم مالته شقد؟ 3 يطلع لي 14. اذا الافرج هنا شلون نطلع على الافرج؟ مجموعهم على عددهم، يجي يجمع ال 8 ويا 11 ويا ال 24 ويا ال 14 ويقسمها على عددهم اما 4، يطلع لي 14.25 ملي سكند. هاي بالنسبة إذا أطلع زمن البقاء. زين إذا أريد أطلع الويتنج تايم، نفس الشيء، أجي آخذ زمن البداية لكل واحد أطرحه من الأرايفل تايم مال كل واحد، شنو الأرايفل تايم مال تشقد أطرحه. مثلا هسه بالنسبة للأول هو صفر، فصفر ناقص صفر صفر. لو بالنسبة للثاني، هاي إحنا موضحين الويتنج تايم بالمحاضرات السابقة شلون طلعه، حسب المطلب، ممكن أجيبهم اثنين في مطلب الويتنج تايم، وممكن زمن البقاء، وممكن واحد من عندهم. بس أميز زمن البقاء ياخذ زمن النهايه ناقص الارايفل تايم، وزمن الانتظار اللي هو الويتنج تايم ياخذ زمن البدايه ناقص الارايفل تايم. اهم شيء تنتبهون على هاي الشغله، وتنتبهون لما يكون الارايفل تايم صفر، ولما يكون الارايفل تايم لكل بروسيس وقت معين. فهنا نفس الحاله، من حيطرح الويتنج تايم كل بروسيس زمن البدايه ناقص الارايفل تايم مال كل واحد، راح يطلع كل واحد الزمن مالته